المدير مدير نادي الاتفاق السعودي، بنتكلم على طبعا الكو شاتوري. الكو شاتوري الحقيقه معانا عبر زوم عشان نتكلم معاه في هذا الملف، مهم جدا جدا ان احنا نتعرف من داخل طبعا المطبخ نفسه، هو شايف ايه لمستقبل الكره السعوديه؟ هل الدوري السعودي مستمر بهذا التدرج وهذه السرعه في المرحله الجايه؟ ايه التارجت، ايه الهدف من البروجكت الكبير اللي بتقوم به دوله السعوديه في كره القدم؟ خلينا نرحب عبر شاشة النادي الأهلي بإلكو شاتوري مدير نادي الاتفاق السعودي. ازيكم؟ ازيكم؟ في البداية أود أن أقول شكرا جزيلا لكم على استضافتي. أنا أود هذه مناسبة جيدة أن أتواجد على قناة الأهلي، لأن حماية هو مشجع كبير للنادي الأهلي، فأنا متزوج من مصر. واحنا سعداء بوجودك معانا الكو، لان بنتكلم على الحقيقه على ملف مهم جدا، بس مش خد اهتمام الدول العربيه لكن كمان على مستوى العالم وعلى مستوى اوروبا، وهو الملف السعودي والبروجكت الكبير اللي عملته السعوديه في كره القدم. عايز في الاول، انت شايف هذا البروجكت ازاي؟ شايف هذا المشروع ازاي اللي قامت بيه المملكه العربيه السعوديه في مجال كره القدم؟ في البداية بالطبع كان هو أمر إيجابي أن تحاول أي دولة وليس السعودية فقط أن تطور من مستواها. بالطبع السعودية لديها القدرات المادية في المقام الأول والإمكانيات أن ترفع من مستوى كرة القدم، ولكن على المدى البعيد يجب أن يكون لديك خطة جيدة لتتحلى بالاستمرارية اللازمة، وإلا فستصرف الكثير من الأموال وتكون كالفقاعة. فبالتالي الأمر يجب أن يكون هناك خطة ليستمر على المدى الطويل التخطيط الجيد، وليس فقط أن يكون على مدى قصير وإنما للمدى البعيد كما ذكرت. أكيد ما فيش شك. وعايز أعرف منك شاتوري، يعني اكيد لما تم عرض او تم الاتفاق معاك على وجودك في نادي الاتفاق السعودي، اكيد كان في قعده وجلسات مع المسؤولين في نادي الاتفاق. ايه اكتر حاجه جذبتك لهذا المشروع؟ يعني هما بيقدموا لك المشروع، استوعبت ده ازاي؟ وكان عندك استقبلت هذا المشروع ازاي؟ وايه يعني الحاجات المهمه جدا اللي انت شفتها في هذا المشروع وقلت لا انا لازم اكون متواجد في هذا المشروع عن طريق نادي الاتفاق السعودي؟ من السهل جدا أن أجيب عن هذا السؤال. الأمر ليس فقط بخصوص هذه المرة، وإنما أنا تواجدت هنا 6 مرات من قبل. أنا لدي ذكريات هنا. أنا عملت في الاتفاق لمدة 6 سنوات من قبل. أنا دربت في الاتفاق في مرحلة الناشئين، ودربت كنت مدربا مساعدا وكنت مدير فني سابق للاتفاق. فبالتالي هذه المرة حينما استدعوني أن أتواجد في الاتفاق في مكان آخر لأبني فريق، كان من دافع حبي لفريق الاتفاق في المقام الأول. كان أنا أحببت المكان كثيرا، ولكن أيضا الآن الكرة السعودية تبني تاريخا جديدا. بالطبع الاتفاق جزءا منها، ولكن لم يكن هذا الأساس، وإنما الأساس هو مدى حبي لهذا النادي. صحيح. وكمان أعتقد كان ليك دور مهم جدا في وجود ستيفان جيرر، طبعا المدير الفني لفريق الاتفاق، اسم كبير على مستوى الكرة العالمية على مستوى التدريب. هل كان إقناعه بتواجد في الدوري السعودي كان صعب، ولا تقبل كمان البروجكت والهدف من أو البروجكت الجديد بشكله الجديد في الكرة السعودية؟ في البداية كان لدي 3 مقابلات مع 3 مدربين عالميين، وجيرارد كان واحدا منهم. أنا جلست مع مدرب فرنسي كبير ومدرب برتغالي كبير، ولكن جيرارد كان أفضل اختيار لنا كلجنة. حينما نظرت إلى المقدمة الخاصة به وخلفياته الكروية والفريق والجهاز الكبير الذي معه،
رأيت أن هذا من شيء إيجابي أن يتواجد ستيفن، أن يكون ستيفن جيرارد في الفريق، وأنا فخور أن أقول أنه كان اختياري في المقام الأول ستيفن جيرارد. فالدولة الآن والدوري الآن سعداء لكونهم قد استقدموا مدير فني كجيرارد. هذا أمر إيجابي، وهذه صورة جيدة جدا للدوري السعودي والكرة السعودية ككل. نعم كان لدي دور، لا أقول أنه دور كبير، ولكن لنحدث كل هذا كان يجب علينا أن نتعاون وأن نتكاتف لنضع النادي في خلفية جيدة أو في صورة جيدة للكرة السعودية. قبل ما أخش في أهداف النادي على مستوى الدوري، خليني برضو أسألك سؤال مهم جدا، وهو رؤيتك لهذا البروجكت، رؤيتك للمشروع السعودي. بعض الناس بتتكلم ان طبعا بداية قوية جدا، ولكن ناس بتقول رأي ان هو مثل طبعا المشروع الصيني او المشروع الامريكي، خد سنتين وبدأ المشروع ما يحققش اهداف. وانت شايف الدوري السعودي والكرة السعودية فين نقدر نقول بعد 5 سنين من دلوقتي؟ هذا دوما محل جدل، ولا يستطيع أحد أن يخمن وأن يتنبأ بالمستقبل. بالطبع من أحد الأشياء المهمة هي كما قلت منذ قليل، لديكم مثلا في مصر لديكم أجمل الأشياء في العالم وهي الأهرامات. لما الأهرامات لازالت موجودة؟ لأنها أسست على قاعدة قوية وتكاد تصل إلى السماء وتستمر حتى الآن بسبب هذه القاعدة. وحتى الآن أنا أعرف هذه البلد جيدا، مصر، فأنتم بنيتم قاعدة جيدة لتجعلوا هذا الصرح مشهورا. وكذلك الكرة السعودية يجب عليهم أن يفكروا المستقبل. لا أستطيع أن أتنبأ، ولكن أنا أرى خطوات أولية جيدة ممن هم في محل مسؤولية في البلد الآن. أنا أحاول أن أساهم، وإذا ساهمت بقدر صغير في هذا المشروع فسأكون سعيدا جدا. أكيد إحنا كل التوفيق، يعني طبعا إحنا كدولة عربية بنتمنى التوفيق أكيد للمملكة العربية السعودية في هذا المشروع العملاق الحقيقة اللي كنا كلنا سعداء به، ومنتظرين إن شاء الله النجاح في خلال السنوات اللي جاية. لكن خليني أسألك على الجانب الفني شوية، وهنقل معاك برضو بعض بعض الأسئلة وبعض التكهنات إن قد يكون هذا المشروع يضر بالمنتخب السعودي. يعني ناس بتقول بيجيبوا لعيبة كتيرة جدا على مستوى عالي جدا، لعيبة ليفل عالي توب ليفل، ولكن ده قد يؤثر على اللاعب السعودي نفسه في إبراز نفسه أو الحصول على فرصة في الدوري السعودي، وبالتالي قد ينعكس سلبيا على المنتخب السعودي. بالطبع يجب أن تكون واقعيا. فإذا نظرت إلى الدوري الإنجليزي الآن فستجد منذ 10 سنوات كل فريق كان لديه لاعب أو اثنين في المنتخب الإنجليزي، ولكن الآن لديك ثمانية أجانب في الفريق الواحد. لدينا حوالي 3 مراكز أو في الدوري السعودي يوجد الكثير من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. فهذا يؤثر بالفعل لنكون واقعيين على اللاعب السعودي، ولكن أنا متأكد أن تطور القاعدة الناشئين في الكرة السعودية، وأنا أعمل بشكل مباشر مع هذا الأمر لنستطيع اللحاق بهذا المستوى. نحاول بقدر الإمكان أن نطور من الدوري السعودي الدرجة الثانية، الدوري المحترفين، لنطور اللاعبين السعوديين وحتى اللاعبين السعوديين تحت 23 عاما. نحاول أن ننتقي منهم ونحاول أن نزيد من الحصص التدريبية للاعبين الشباب، ونقيم لهم الكثير من الدورات الخاصة بهم. نعمل على هذا على المدى الطويل، وهذا سؤال يمكن أن تسأله لطبيعة
لطبيعة الكرة في السعودية، وكم هي جذابة الآن للجماهير السعودية لمتابعة كرة القدم؟ عايز أسألك عن اللاعب العربي، وكان طبعا في تجربة ناجحة جدا لأحمد حجازي وطارق حامد في الدوري السعودي. إيه رأيك في اللاعب العربي؟ أنت طبعا شفت يعني تعاملت زي ما أنت بتقول على مدار 6-7 سنين مع اللاعب العربي، رأيك إيه في اللاعب العربي؟ وطبعا نجمنا الكبير محمد صلاح يعني رفع سقف طموحات الكثير من اللعيبة العرب للوصول للتوب ليفل، عايز أعرف رأيك على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي للعيب العربي. أعتقد أن أهم شيء هو أهم شيء أن نعرفه، أنا عملت في كل مكان في العالم، أنا عملت في أفريقيا، في الهند، في الشرق الأوسط، في أوروبا، الأمر كله يرتكز على المهارة، على الموهبة. إذا لم يكن هناك موهبة فلن يكون هناك شيء. ما يحدث الفارق هو أسلوب الحياة والعقلية الخاصة باللاعب، العقلية الاحترافية الخاصة باللاعب. ففي الشرق الأوسط خصوصا يوجد لديكم العديد من الأمور التي يجب أن تتحسن. إذا نظرت خارج الدوري الخليجي أو من الدوري الخليجي، لا أتذكر إلا علي الحبسي في الدوري الإنجليزي، ولا أتذكر غيره حتى الآن. ولكن من مصر نعم لديكم الكثير من اللاعبين، أحمد حسام ميدو في آياكس، محمد صلاح كما ذكرت، لديكم العديد من اللاعبين الكبار، ولكن في المستوى على العموم فاللاعب الخليجي يجب عليه أن يتعلم كيف يكون لاعبا محترفا. الموهبة موجودة ولكن أسلوب الحياة يجب أن يتغير، طريقة العيش، الأكل، النوم، كل شيء يجب أن يتحسن، ولكن هذا الأمر يرتكز على المهارة والموهبة التي لدى اللاعب الخليجي في المقام الأول. شاتوري طبعا سعداء جدا بوجودك على شاشة قناة النادي الأهلي الحقيقة، وأضفت الكثير لينا، وإن شاء الله دايما على متابعة معاك على معرفة الدوري السعودي والبروجكت الكبير اللي عملته السعودية. بنشكرك شكرا جزيلا.